وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن وصلنا إلى الصفحة 21-22، فلنبتدئ على بركة الله. إذن في هذه الصفحة لاباج 21 راح نقرأ هذا النص ونجاوب على الأسئلة الموالية. لو باسي كومبوزي، في الدرس تاع اليوم هذا راح نتعرفوا على لو باسي كومبوزي، مش راح نفصل فيه بالتدقيق، التفصيل نتاعو راه في المراجعة على ما أظن، مراجعة رقم 1، كيفية استعمال الباسي كومبوزي وكيفاش نصرفو وكيفاش نستعملوه مع أتخ ولا أفواغ. إذن نشرح في الدرس. Trois ados ont sauvé une fillette gravement blessée. Trois ados, يعني ثلاث مراهقين, ont sauvé, يعني أنقذوا une fillette, صغير لفتاة, gravement blessée, يعني بجروح خطيرة. ثلاث مراهقين أنقذوا فتاة بجروح خطيرة. الفتاة هذه اسمها فاني. فاني 11 ans, c'est gravement blessée au poignet. فاني هذه عندها 11 سنة، 11 سي غراف موبليسي، أصيبت بجروح خطيرة أو بواني في معصمها. فوندغودي ديغني، الجمعة الماضي، ألا شوتي سور أون لومب أون فيغ، ألا شوتي يعني سقطت على مصباح، أون لومب أون فيغ، مصباح من زجاج، فيغ هو الزجاج، شيزال بمعنى في بيتها، ليل دابو، يعني هذه ليل دابو هذه مدينة فرنسية. أدريانا إسونامي، أدريانا وصديقها بونوا، أدريانا إسونامي بونوا، أون أبولي لي سكور، يعني عيطوا للمساعدة أو طلبوا المساعدة. أون لي زاتوندو، أثناء الانتظار، بونوا سيزون، بونوا هذا الصديق تاعها اللي عمره 16 سنة، أفي أن بوان دو كومبريسيون، يعني قام بوضع ضغط هذيك باش ما يسيرش الدم بزاف. وين بقى يضغط؟ يضغط à la plieur du bras، à la plieur du bras، يعني في منطقة ثني الذراع. pour limiter le saignement، يعني لكي يقوم بالحد من النزيف، le saignement والنزيف. فاني a été opéré samedi، يعني تم إجراء العملية لفاني يوم السبت، إجراء عملية يعني قاموا بالعلاج نتاعها. إذا نمر إلى الأسئلة. je lis et je repère، نقراو ونجاوب على الأسئلة هذه. retrouve les verbes conjugués dans le texte ci-dessus، يعني أوجد الأفعال المصرفة في النص أعلى، هذا هو النص. إذا الأفعال هي سي بليسي، غاب مو هذه خاطئة، سي بليسي، وعدنا أيضا أشوتي، وعدنا أون أبولي، أفي، أيتي أوبيري معها كاملة. هنايا لو باسي كومبوزي يتكون من شطرين، قسمين، هو لوكسيليار اتخو افوار بلس لو بارتيسيب باسي. اما في الحاله هذه راح نتعرفوا هذا لو باسيف، لا فورم باسيف، راح نتعرفوا عليه في الدروس القادمه ان شاء الله. اذا دوزيام كيستيون، كومون سون تيل كونستروي، كيفاش رانا مركبين هذه الافعال؟ اذا ايل سون كومبوزي دو دوز اليمون، يعني راه مكونه من عنصرين، ان اوكسيليار يعني الفعل المساعد اللي هو اتخ او بيان افوار بلس le participe du verbe bien sûr. J'analyse. اذا عندنا هذه الاسئله نجاوبوا على السؤال الاول. La première question. Quel est leur infinitif؟ ما هو اصل الفعل؟ infinitif هو اصل الفعل. اذا اصل الفعل تاع كل واحد منهم leur infinitif sont. عندنا الفعل الاول سي بليسي، الاصل تاعه هو سو بليسي. ديما كي تشوف او اكسون معناها فعل تاع المجموعه الاولى، لي فيرب دو بروميير جروب. كيفاش عرفتم؟ كي لقيت او اكسون. اذا ا شوتي نفس الشيء، اذا الاصل تاعو هو شوتي. هذا ا هو لوكسيليار افوار، ما نديروش، نديرو غير اصل الفعل اللي هو لو بارتيسيپ باسي. هذا لوكسيليار افوار ا، وهذا لو بارتيسيپ باسي تاع الفيرب شوتي. هنا هذا لوكسيليار اتر، وهذا لو بارتيسيپ باسي تاع لو فيرب بليسي، يعني جرح. شوتي يعني سقط. اون ابيلي الانفينيتيف تاعو هو أبلي، أو أر، لما تشوف أو أكسون دائما دير أو أر. عندنا أيضا أفي، هذه أفعال تاع المجموعة الثالثة ما عداش قاعدة لازم تحفظها، إذا في هذا الأصل تاعو هو فاخ.
ايتي اوبيري المجموعه الاولى لانه يكمل بالاو اكسون، اذا اوبيري. هذا بالنسبه لاصل الافعال. دوزيام كيستيون، ا كيل تون سون كونجوغي لي اوكسيليير دو سي فيرب، يعني في اي زمن صرفت الافعال المساعده لهذه الافعال، افعال مساعده اللي هما اتر او افوار. اذا عندنا لي اوكسيليير وعندنا لي تون يعني الازمنه. لي اوكسيليير، شوفوا الفعل الاول سي بليسي، هذا هو الاوكسيليير اتر راه مصرف لو بريزون، جو سوي تو اي ايل اي. هذا ايضا ا شوتي لوكسيليير افوار راه مصرف لو بريزون ايضا، جي تو ا ال ا او بيان ال ا. On appelle aidan هذا l'auxiliaire avoir مع il avec s ou bien elle avec s مصرف ايضا في le présent. A fait هذا auxiliaire avoir نفس الشيء au présent. هنايا a été هذا l'auxiliaire être راهو مصرف في le passé composé. هذا l'auxiliaire être راهو مصرف في le passé composé. راح نشوفوا هذا في الدروس القادمه، ركز جيدا. Troisième question. À quel temps sont conjugués les verbes du texte؟ يعني في أي زمن صرفت أفعال النص؟ Relève les indicateurs de temps qui justifient ta réponse. يعني في النص هذا كاين الأفعال وراها مصرفة، واستخرج المؤشرات الزمنية التي تبرر جوابك. إذا لما نرجع إلى النص، كل الأفعال اللي سطرناها قبل قليل هي مصرفة في زمن الماضي المركب، le passé composé. المؤشرات اللي تدل على هذا الزمن هاي عندك فوندغودي ديغني، يعني الجمعة الماضي، إذا هذا يدل على ماضي، يعني باسي كومبوزي الماضي المركب. وأيضا عندنا سامدي، يعني فيما مضى. هنا عندنا لو 13 سبتمبر 2007، يعني هذه صارت هذه الأحداث في الماضي. إذا لي فيرب دو تيكست سون كونجيغي أو باسي كومبوزي. لي زانديكاتور دو تون سون، عندنا فوندغودي ديغني، samedi et 13 septembre 2007. Quatrième question. Sais-tu sur l'axe des temps les verbes s'éblisser, يعني جريحت، acheté بمعنى سقطت، a été opéré يعني عولجت، والله داروا لها عملية. إذا هنايا هذا يسموه l'axe des temps، يعني محور الزمن. عندنا le passé اللي هو الماضي، le présent اللي هو الحاضر، le futur اللي هو المستقبل. أول شيء راح نبينه هذا هو الحاضر، هذه هي اللحظة اللي فيها الحاضر اللي أنا فيها لحد الآن. بعدها بدقيقة نسموه مستقبل، بعد الحاضر بدقيقة ما نعرفوش راح يصرى، هذا هو المستقبل كامل، هذا لو فيتور. قبل هذه اللحظة بدقيقة يسموها ماضي، اللي هو هذا كامل، هذا كامل باسي. إذا الأفعال هذه اطلب مني أن نرتبها في هذا المحور الزمني. إذا هذه الأفعال كامل مصرفة في لو باسي كومبوز، يعني في الماضي مركب، يعني انها تجي كامل في هذه المرحله في الماضي، لكن الترتيب تاعها راح يكون على حساب الاحداث. اذا في الاول هي سقطت، مش جرحت ومن بعد سقطت، لازم تسقط ومن بعدها جرحت ومن بعدها داروا لها العمليه، اشوتي سي بليسي ا اي تي اوبيري بكل سهوله. سانكيم كيستيون، بوركوا اتون امبلواي سو تون دون سو جونر دو تيكست، يعني لماذا استعملنا هذا الزمن في هذا النوع من النصوص؟ اذا on emploie le passé composé dans le fait divers. احنا راح نقراو الفصل الاول في le fait divers. le fait divers هو الحدث، يعني قصه حقيقيه تصرى، هو يسموها le fait divers، ونلقاوها دائما في الجرائد كما سقوط ولا حريق ولا زلازل الى اخره، يسموه le fait divers. علاش استعملنا le passé composé؟ car لان les faits sont passés et achevés، لأن الأحداث اللي صرات ماضية ومنتهية. لما تصرى أحداث ماضية ومنتهية نستعمل زمن le passé composé. faisons le point. pour rapporter un événement، باش نحكيو على حدث ولا نبلغو على حدث، on emploie souvent le passé composé، غالبا ما نستعمل le passé composé. exprimer des actions passées، والذي يعبر عن أحداث سابقة، achevé منتهية، لازم تكون منتهية مش مازال تمشي، لازم تكون أحداث ماضية ومنتهية. لو باسي كومبوزي وش هو؟ هو لوكسيليير اتر و افوار، يعني الفعل المساعد اتر ولا افوار، و بريزون دو لانديكاتيف، يعني لازم هادو اتر و افوار لازم تصرفوهم في لو بريزون، تعرفوا جو سوي تو اي ال اي نو سون فوز اتي سون. اما بالنسبة للوكسيليير افوار جي تو اي لا نو زافو فوز افي ايزون، هادو لازم بلوس لو بارتيسي باسي. لو بارتيسي باسي كيفاش نعرفوه؟
إذا كان الفعل تاع المجموعة الأولى يخلص بالأو أغ نحيو أو أغ ونديرو أو أكسون كما هذه الحالة كما صوفي أو أو أكسون. إذا كان الفعل تاع المجموعة الثانية ينتهي بالإي أغ نحيو الإي أغ ونديرو إي. أما المجموعة الثالثة حالة خاصة يعني تحفظ ما عندهاش قاعدة. إكزومبل trois ados ont sauvé une fillette. هذا أو أنتي هو الأوكسيليار أفوار. sauvé هذا نسموه لو participe passé. فاني إي تومبي هذا أو أس تي هو الأوكسيليار إتر. وتومبي هذا هو لو participe passé. أظن أن الفكرة وصلتكم. نمر إلى الصفحة الموالية صفحة التمارينات. إذن لا باج 22. Comment former le participe passé d'un verbe? كيفاش نشكلوا لو participe passé؟ تعرفنا على لي زوكسيليير être ou avoir اللي هما الافعال المساعده كيفاش نصرفهم نصرفهم في لو بريزون. بقينا لو participe passé كما سبقت الذكر قبل قليل. اذا كانت الافعال تاع المجموعه الاولى verb du premier groupe لازم يخلصوا بالاو اكسون. اكزامبل sauver تحذف هذه الاو ار ودير في مكانها او اكسون. verb du deuxième groupe اذا كانت الافعال تاع المجموعه الثانيه لازم ندير لها اي. اكزامبل اجير تحذف الاي ار ودير اي. اما لي فيرب دو ثوازيام جروب افعال المجموعه الثالثه تخلص بالاي بالاو بالاس بالتي يعني ما عندهاش قاعده يعني تحفظ حفظا. اكزامبل بارتي فولو مي دي هذه انواع افعال تاع المجموعه الثالثه يعني ما عندهاش قاعده. جو ميكزيرس يعني اتمرن. سولين لي فيرب كونجوغي و باسي كومبوزي سطر على الافعال اللي راها مصرفه في الماضي المركب. avant l'ouverture de la saison estivale 2017 قبل افتتاح مهرجان او موسم مهرجانات des volontaires sont sortis pour nettoyer les plages يعني متطوعين خرجوا sont sortis باش ينظفوا الشواطئ. ils ont ramassé toutes les ordures يعني قاموا بجمع كل النفايات qui polluaient le littoral يعني النفايات هذه التي لوثت الساحل. grand et petit كبار وصغار ont participé à l'opération ont participé يعني شاركوا في هذه العمليه. بورت بلو يعني الموانئ الزرقاء. اذا الافعال هذه اللي مصرفه في باسي كومبوزي هي sont sorti لازم نشوفوا auxiliaire au participe passé. عندنا ايضا ont ramassé auxiliaire avoir plus le participe passé. وعندنا ont participé عندنا ثلاث افعال في الباسي كومبوزي. اما هذا بولوي راه في لامبارفي اي او ان تي في لامبارفي ما عندناش حاجه به. Deuxième exercice. Complète avec les auxiliaires avoir ou être au présent de l'indicatif. هذه أغلبية التلاميذ يوقعوا فيها يعني ما يعرفش يخير بين auxiliaire être ولا avoir. هي حاجة سهلة. لما يكون الفعل يحتاج مفعول به نعطوا له avoir يعني نصرفوا له الفعل المساعد avoir. لما يكون ما يحتاجش مفعول به يعني الفعل يقع على الفاعل نصرفوه مع auxiliaire être. أعيد. لما يكون الفعل يحتاج مفعول به لازم نصرفه هذاك الفعل نصرفه مع الأوكسيليار أفوار. لما يكون الفعل ما يحتاجش مفعول به يعني يقع على الفاعل ما يقعش المفعول به إذا نصرفه مع الأوكسيليار أتر. نعطيكم أن إكزومبل. لي سونغليي يعني الخنازل البرية ديفاستي هذا هو لو بارتيسيباسي هذا هو الفعل. ديفاستي لي كولتور ماريشير أغيليزان يعني دمرت البساتين. دمرت ماذا؟ البساتين. الفعل هنا وقع على المفعول به اذا هنا نصرفوه مع افوار. مع افوار درنا او انتي. لماذا؟ لي سونغليي ايل افيك اس. ايل افيك اس تتصرف معها او انتي. هذه لي كولتور ماريشير هذه هي البساتين يعني خربتها الخنازير البريه. لا تومبيت يعني العاصفه كي راح نصرفوا هنايا اوكسيليير ادخل افوار. دائما كي تشوف الافعال اللي يبداو بالسو هذو يسموهم الافعال الانعكاسيه اللي فيرب برونومينو هذو دائما ما ينعكسوا على الفاعل دائما يتصرفوا مع اتر. الافعال الانعكاسيه اللي يبداو بالسو دائما يتصرفوا مع لوكسيليير اتر. لا تومبيت نعوضها بالال مع الال يجي لوكسيليير اتر او اس تي. لا تومبيت كي سي اباتو سور لوروب اوكسيدونتال يعني العاصفة التي ضربت أوروبا الغربية هذه واش دارت العاصفة؟ في دي مور اي دي بليسي يعني خلفت قتلى وجرحى. خلفت ماذا؟ خلفت قتلى وجرحى بمعنى أنه هنا كاين مفعول به إذا نصرفوا هذا لو بارتيسيباسي نصرفوه مع لوكسيليار أفوار إذا أ. علاش درنا أ؟
لأنه لا تومبيت نعوضها بالآل، مع الآل تجي أ. لتي باسي في الصيف الماضي، لي زانسوندي اللي هي الحرائق، كي سو هاو الفعل يبدأ بالسو، إذا مباشرة بدون تفكير نديرو لوكسيلياغ إتخ، إذا سو سون. علاش درنا سو هنا ما درناش أو إس تي؟ لأنه لي زانسوندي راه جمع الحرائق، إذا مادام لي زانسوندي يعني نعوضوها بالإيل أفيك إس، مع الإيل أفيك إس نديرو سون. ديكلاري دون لو نور دو لالجيري، يعني في الصيف الماضي الحرائق التي اندلعت في شمال الجزائر. لو تلاحظوا هنا ملاحظة أنه هنا يزيدنا الأس، تعمل الأس هذا يعني تابع لهذا، لأنه هذا الفاعل عبارة عن جمع زدنا أس. علاش؟ لأنه مصرف مع لوكسيلياخ أتخ. أما في الجملة الأولى مع أنه كاين الجمع الخنازير ما زدناش أس. لماذا؟ لأنه صرفناه مع لوكسيلياخ أفواغ. ركز جيدا، لما نصرفوا الفعل مع لوكسيلياخ أفواغ ما نزيدوش الأو دي فيمينا وما نزيدوش أس دو بلوريال، يعني ما عندوش اكور، يعني ارتباط ما يرتبطش بالفعل اصلا. اما اذا كان الفعل مصرف مع لوكسيلياغ اتخ نزيدو او دو فيمينا اذا كان الفاعل مؤنث، ونزيدو اس دو بلوريال اذا كان الفاعل جمع، كما هذه الحاله. اظن انكم فهمتوني. اخيرا ديتخوي، هذا الفعل ديتخوي يعني هدم. ديتخوي ماذا؟ هدم ماذا؟ دي ميلي ديكتار دو فوغ، يعني هدم الاف الهكتارات من الغابات. يعني هنا محتاج مفعول به، اذا نصرفوه مع لوكسيلياغ افواغ او انتي. لماذا او انتي؟ لانه تابع لزانسوندي، الحرائق هي التي هدمت الاف الهكتارات من الغابات. على بالي راه شيء صعيب عليكم في هذا الفيديو، ارجع للمراجعه رقم واحد فيها لو باسي كومبوزي، راح تفهم 100% ان شاء الله. ثالث اكزرسيس، اكري او باسي كومبوزي لي فيرب دي فراز سويفون. هنا عطانا الفعل وقال لك اكتبوا في الباسي كومبوزي. في التمرين اللي قبل هذا عطانا لو بارتيسيباسي، قال لك حط برك لوكسيليا، هنا قال لك صرفوا كيما راهو. اذا اكريغ لازم نعرف مع من يتصرف ونعرف لو بارتيسيباسي. اكريغ هذا فعل تاع المجموعه الثالثه، اذا لو بارتيسيباسي تاعو اكري. هنا مع من يتصرف؟ يكتب. يكتب ماذا؟ يحتاج مفعول. يكتب مقالات، اذا يتصرف مع افوار. ال زون اكري، هذا لو بارتيسيباسي تاع لو فيرب اكريغ، ثوازيام جروب. Elles ont écrit des articles de presse، هي كتبت مقالات صحفيه. ال هنا عطاتنا ال فقط، هنا ال افيك اس، يعني رايحين نرجعوها للمفرد. ال ا اكري، هي كتبت. هن كتبن مقالات صحفيه، وهنايا هي كتبت مقالات صحفيه. اذا هنا واش تغير؟ تغير هنا او ان تي لانه مع ال افيك اس، وهنايا ا فقط لانه مع ال. لاحظ انه ما زدناش هنا اس دو بلوريال ولا او دو فيمينا لانه مصرفين مع اوكسيلياغ افوار. نمر الى لو فيرب ليغ، هذا يقرا. ils ont lu، يعني لو بارتيسيباسي تاع لو فيرب ليغ هذا شفالو هو لو، يعني هم قرأوا لي جورنو بور لور بروجي دو كلاس، يعني قرأوا الجرائد من اجل مشروع القسم نتاعهم. هنا صرفناه مع افواغ، لماذا؟ لانه يحتاج مفعول به. قرأوا ماذا؟ قرأوا الجرائد، اذا يحتاج مفعول به، نصرفوه مع لوكسيلياغ افواغ. مع الضمير نو، اذا نو زافون لو، لو بارتيسيباسي يبقى هو هو اللي بالاحمر، اما لوكسيلياغ افواغ دائما يتغير على حسب لو سوجي. اذا كان الافيكاز ديالنا او انتي، اذا كان النو نديرو افون. فونيغ هذا ياتي، يعني الحمايه المدنيه اتت، الفعل على من وقع؟ وقع الحماية المدنية، يعني ما قلناش أتى ماذا، يعني هنا يوقع الحماية المدنية. بما أنه وقع الفعل على الفاعل، إذا يتصرف مع لوكسيلياغ أتخ. لي بومبي سون فونو، هنا درنا لو فيرب أتخ أو بيان لوكسيلياغ أتخ. درنا سون لماذا؟ لي بومبي إل أفيك أس، إل سون فونو. زدنا الأس، علاش زدنا الأس؟ لأنه بلوريال. زدنا الأس لأنه إل أفيك أس، وعلاش؟ لأنه مصرف مع لوكسيلياغ أتخ. في الجملة الأولى ما زدناش الآس ولا أو دو فيمينا لأنه مصرف مع لوكسيلياغ أفواغ. لي بومبي سون فوني أون آد أو زاكسيدونتي، يعني هذو الحماية المدنية أتوا لمساعدة الجرحى أو إسعاف الجرحى. هنا عطى لي لو سوجي، عطاه لي مفرد لو بومبي، يعني رجل إطفاء واحد. قلنا دائما يتصرف فونيغ، هذا الفعل فونيغ دائما يتصرف مع أتخ، إذا لو بومبي إي فوني. ما زدناش آس كما هذه الحالة لأنه لو بومبي هو مفرد، إيل إي فوني. فواغ هذا يرى، يرى ماذا؟ يعني يحتاج مفعول به. جافي 5 كان عندي 5 سنوات،
كون جي فو لا مير بور لا بروميير فوا، كان عندي 5 سنين كي شفت البحر اول مره. اذا فوار لو بارتيسيباسي تاعو هو فو، هذا ثوازيام جروب، ويتصرف مع لوكسيليار افوار لانه يحتاج مفعول به. كومبروندر يعني يفهم، يفهم ماذا يعني يحتاج مفعول به، يفهم المشكل، يفهم الدرس الى اخره. اذا فو يتصرف مع اوكسيليار افوار. Vous avez compris. Le participe تاع لو فيرب كومبروندر هو compris. Vous avez compris le problème. يعني انتم فهمتم المشكل. Les élèves هنا il avec s. Ils ont compris le problème. Ils ont compris le problème. هنا ما زدنا ولا اضافه. حذاري الاس هذه راه اصليه في الفعل. ماهيش الاس هذه الصفراء اللي راني زدتها. هذه الاس راه اصليه في لو participe passé. في الاخير applaudir يعني يصفق. لي سبيكتاتور يعني المشاهدين او المتفرجين او ابلودي صفقوا، صفقوا لماذا؟ صفقوا لل يعني اللي تحصلوا على الميداليات. اذا لي سبيكتاتور اون ابلودي لي ميداي دي جو اولمبيك، يعني المشاهدين صفقوا على اصحاب الميداليات في الالعاب الاولمبيه. ما زدنا حتى اضافه الاس دو بلوريال ولا او دو فيمينا لانه مصرف على الاوكسيليار افوار. J'écris. Raconte en trois phrases au passé composé. يعني يقول لك احكي في ثلاث جمل au passé composé في زمن الماضي المركب un événement يعني حادثة qui a lieu dans ton quartier ou ton école. يعني حادثة صرات في الحي نتاعك ولا في المدرسة نتاعك. والجملة هذه تبدأ بلا سومان دارنيير. علاش لا سومان دارنيير؟ يعني باش نوظفوا الأفعال في لو باسي كومبوزي. إذا لا سومان دارنيير Le directeur de l'école a traversé la cantine. Le directeur de l'école, يعني مدير المدرسة, a traversé, قطع la cantine, قطع المطعم, pour aller s'asseoir à sa table. يعني قطع المطعم ذاك باش يروح يجلس في المكان نتاعو ولا في الطاولة نتاعو. Quand il a glissé sur une flaque d'eau, فانزلق بسبب flaque d'eau, يعني بقعة ماء. كاينة بقعة تاع ماء سبب الانزلاق تاعو. Il a chuté سقط et son plateau s'est renversé atterrissant sur sa tête. يعني سقط والصحن تاعو هذا ولا البلاطو تاعو سقط على رأسه. Plus de peur que de mal. يعني الخوف اللي كان أكثر من الألم. إذا هذه الأفعال اللي يملونا بالأصفر هي الأفعال اللي مصرفة في لو باسي كومبوزي. إذا بهذا نكون كملنا هذا الفيديو، إن شاء الله يا ربي توصلكم الفكرة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.